الاثنين. ف بس كان نفسي يعني فعلا ارد له حاجه من الحاجات بس ما بعرفش. طيب وانتي معاه اذاكي ازاي؟ المفروض انتوا في علاقه حب، كان بيخونك يعني؟ حاجات كتير كتير جدا حاجات، بس انا من النوع تلاقيني لا يعني زي بيغير من نجاحك بيخونك؟ لا لا خالص ما بيغيرش من نجاحي خالص، بالعكس كان طول الوقت سبورت ليا طبعا. بس بيغير عليك انتي شخصيا؟ غيرة بالنسبة لي حب يعني. انا اتمنى انه كان يكون بيغير، بس يعني انا بعتقد انه طب انتي ما قلتيش ان هو يعني ما اعترضتيش ان هو كان بيخونك؟ ممكن كذب، خيانة، حاجة كتير. قفشتي؟ كتير؟ لا مش كتير يعني. ازاي؟ مش قفش يعني، بس طول الوقت عندي شك، انا حد شكاك جدا. لا ان انتي عندك شك كل الستات بتشك. بس بصي، انك تكذبي يبقى اذا ورا الكذبة دي مليون خط. انا بعرف انا بكره الكذب، بكرهه بكل المقاييس. ما عنديش بقى كذب ابيض ولا رمادي ولا عشان ما تزعليش ولا خالص. انا اقول حتى لو حاجه وحشه اقولها لك، مش مشكله تزعلي تزعليش بس خديها مني، لكن ما اكذبش ابدا. بكره الكذب. طب قولي لنا ازاي قفشتي؟ مش قفش والله، بس انا طول الوقت عندي شك، بس دايما بيبقى الشك بمحله طول الوقت. وفي الاخر اتاكدتي ان هو بيخونك؟ مش خيانه بس كذاب يعني. عنده صداقات؟ ف عنده حاجات كتير بقى يعني. كتير جدا، كان حاجات كتير قوي. معارف وصداقات يعني كتير. طب ما تحكي لنا انت. لا من غير حكاوي، من غير حكاوي، حاجات خلاص مشيت ما احبش افتكرها. ظهرتي مع الاعلاميه بسمه وهبه وعيطتي بسبب والدك؟ خلاص. ندمتي ان انت نزلت دموعك؟ لا لا خالص، بالعكس الدموع مش وحشه. في ناس بتقعد تقول الدموع الست ضعف.